فيسبوك لأول مرة يحضر بشكل واضح ورسمي نشيد له علاقة بحركة أمل. النشيد اللي بنتكلم عنه اسمه أوبريت معك للموت، كان منتشر على السوشيال ميديا مع انتخابات 2022 في لبنان، وبتمجد كلماته رئيس حركة أمل نبيه بري. نبض الأمل كلمة وفا عمسمعك، وعز الوطن بيضل يشمخ فيك، ومش بس صوت قلوبنا كلها معك، نحنا معك على الموت من لبيك. نحنا معك للموت بنضل نكبر فيك. الحظر ما وقف على النشيد، حتى الوزير السابق علي حسن خليل أحد قيادات أمل ممنوع البحث عنه، فبمجرد ما تحط اسمه في الخانة بيظهر تحذير بينبهك أنه هذا المصطلح مرتبط بمنظمات خطيرة غير مسموحة على المنصة. والجدير ذكره أنه هذه الإخطارات هي زي استكمال لعمليات حظر، فسبق وحظرت فيسبوك حسن نصر الله ولست من الأسماء في لبنان بسبب أنهم إرهابيين ولهم علاقة بالإرهاب والفساد وبيشكلوا خطر على المجتمع. حركة أمل ردت طلعت في بيان هجومي واتهمت إدارة فيسبوك بعدم العدل وأنهم مشخصنين الموضوع معهم.